مرحبا صديقي المستمع. رح نحكي اليوم عن التسامح، مع مين وكيف. لا شك إنه التسامح قيمة إنسانية عالية، وهو العفو عند المقدرة وعدم رد الإساءة بالإساءة. التسامح إنه نترفع دائما عن الصغائر، السمو دائما بنفسنا البشرية. وأعتقد إنه التسامح هو أعلى مرتبة أخلاقية. التسامح هو مفهوم أخلاقي واجتماعي. التسامح من أعظم صفة تصف فيها الأنبياء والمصلحين والعظماء من البشر، وهو قيمة إنسانية عظيمة. كتير مرات بنطلب منا إنه نتسامح، بس ولا مرة التسامح بعني إنك تفقد احترامك لذاتك. التسامح ولا مرة بعني إنك تتخلى عن حقوقك أو تقبل الذل والإهانة، بل على العكس تماما. التسامح الخلق الرفيع اللي بيعطيك القدرة على مسامحة الإنسان الآخر اللي بتعرض لك بأي شكل من الأشكال، إنك تتغاضى عن توافه الأمور وما تضخمها وما يمسك بكرامتك أو كرامة جسدك، لكن ما تفقد احترامك. التسامح قيمة عظيمة. التسامح من أجمل الأشياء اللي فيه إنه بقضي على خلافاتنا وصراعاتنا. التسامح بيعني احترام ثقافة وعقيدة وقيم الآخرين. التسامح من أعظم ركائز الإنسانية. التسامح فيه العدل والحرية والعلاقة الإيجابية. كيف نتسامح؟ ممكن يخطر في بالك هذا السؤال، كيف أتسامح؟ هو بعرف إنه مش سهل الإنسان يتسامح، بس صدقني إذا بدينا نطبق حالنا على طباع خلقية رائعة وراقية زي التسامح، نجعل أمورنا وعلاقاتنا مع الناس علاقات طيبة. أول حاجة، اجعل دائما قلبك صافي. ما تخلي مشاعر الحقد والكره هي اللي تسيطر عليك. ما تخلي مشاعر اللحظة الآنية الغاضبة هي اللي تستفحل في قلبك. دائما اتذكر الأخلاق الراقية للأشخاص المتميزين في حياتك أو اللي هم ممكن يكونوا قدوات لك. اتذكر الذكريات الجميلة اللي جمعتك مع هدول الأشخاص، ولا تنسى الفضل بينك وبينهم أيضا. ما تركز على التفاصيل، وزي ما بقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. ما تركز على الترهات والسفاسف وبعديها تضلك واقف عليها بشكل سلبي. لا، ترفع وتعالى عنها، ابعد عن هاي التفاصيل. ما تجعل النقاش صدقني شخصي ما بينك وما بين الآخر، خصوصا لما بتحكي عن انتقاد لأفكار أو انتقاد لأسلوب أو انتقاد لنهج. لا، لا تشخصن الأمور. وأهم نقطة، تحكم بغضبك ودرب حالك دائما على أنك تكون متسامح، على أنك تكون متحكم بغضبك وتسيطر عليه. ما تخلي عاطفة الغضب تفقدك السيطرة على حالك. ما تخلي الغضب بيخليك تعبر عن آراء غير صحيحة وغير سوية وتغلط بحق الآخرين. درب حالك، سامح نفسك، اعمل سلام داخلي من جواتك. لما بتشتغل هدول النقاط البسيطة تتعلم التسامح، هذا الخلق الراقي اللي بدنا يكون أنا وإنت في كل مجتمعنا وكل مجتمعاتنا وكل قضايانا وكل تواصلنا وكل علاقاتنا، لأنه بتسامحنا نسمو، وبخلافنا أكيد نذهب ونضيع وما بكون لائمة. خلينا نكون كلياتنا متسامحين، ونبدأ مع بعض ومع كل لحظة بنعيشها في حياتنا متسامحين ومنحب الآخرين، ويجمعنا هذا الخلق الكريم. نلتقي أنا وياك إن شاء الله على حب وعلى تسامح. في كلام كتير ما بنسمع، وفي كلام ثمين لنسمعه، مصاري كتير بتندفع، والكلام عنا ثمين بس مجاني. في وقفات مع الدكتور محمد بشارات. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد بشارات. إذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب، وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.